لو كنت محمد السبكي هتضحك دلوقتي. تذبحني ليه؟ ليه انا تذبحني؟ لا لا ده عشان بيت سؤال اصل هرتيني. انا لسه بعدها من بدايات. لا بجد كنت عملت ايه؟ في ايه؟ لو كنت محمد السبكي كنت عملت ايه؟ ما سؤال افتراضي. كنت عملت افلام زي ما بيعمل نفس الشيء اللي بيعمله السبكي. لا حدقق في حاجات بقى شويه لان هو زودها شويه. زودها بايه؟ لا في حاجات كده هو استسهلها. اصل بصي طول الوقت انا على فكره اي حد بيشتغل بحبه وبحترمه. بيشتغل انت بقى ضد السبكي او اللي ضد السبكي اعمل انت افلام. احنا دايما نتكلم على الوحش وده من ضمن عيوبنا. انت عم تقول زودها شويه. زودها من اي ناحيه؟ لا زودها بقى في حته ان استسهل اكتر. بقى مستسهل وبقى في غرور في انتاجه. ده محمد مش احمد. يعني محمد بقى عنده غرور في انتاجه. يعني محمد السبكي ايه طول الوقت يقول لك ايه انا ما اشتغلش مع نجوم انا اجيب ناس انا اللي اعملهم نجوم. يعني ايه ان 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 النزعه دي دايما بتوقع وكعبلته في كذا فيلم بعد كده.